النهارده احنا بنحتفل بشباب من شيخ ناصر وعزبه خير الله وبركات، علشان هم مضوا عقود مع شركه المقاولين العرب للبدء في العمل في طلاء وجهات البيوت اللي هي في الاحياء بتاعتهم، وهيتقاضوا مرتب وهيتقاضوا بدل وجبه، ولو حبوا بعد 3 شهور يجددوا العقد ممكن، ولو حبوا يستمروا على طول ممكن، يعني في عمل اخرى مش بس مشروع بتاع الوزاره، ولكن لو حبوا يعملوا شركات صغيره مع بعض او كل واحد يشتغل مع والده او جاره او عمه او الاسطى اللي عنده، كل الخيارات مفتوحه قدامهم. بس المهم احنا عايزين نديهم سكه مستقبل جديد، ما يبقاش قاعد بيشتغل ارزقي زي الجيل الاكبر منهم، لازم يبقى له خط ومستقبل يعني.